صباحكم، ضلوا دائما بخير وايامكم سعيده، مرتاحين ومبسوطين. اليوم 18 اب يعني 18/8، كواكبنا ما زالت في اماكنها. المشتري متراجعا في برج الجدي، الى جانب زحل ايضا متراجع في الجدي. عطارد يتقدم في برج الاسد، بكره بعد بكره رح يدخل الى برج العذراء، يعني ما كثير مطول. الزهره في برج السرطان لساتها لاخر الشهر بقى، يعني في برج السرطان. الادب بيخلق عنا هيك حاله رومانسيه هادئه بالمحبه ومع الاخرين، ويمكن جزء من غيري عموما بيعطينا الانطباع دائما هيك. والمريخ ما زال في برج الحمل، وما زالت التحذيرات جديه لمولود برج الميزان، لمولود برج السرطان، الجدي والحمل. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم عم بيلاقي الترحيب وعم بيعزز الثقه فيه، يوم فيه تواصل مع الاخرين. الاوراق ممكن تكون مصدر سعاده، اي شيء له علاقه بمؤسسات حكوميه، بامتحانات، بأوراق، بترقية، وارد أنه توصلك للإطمئنان هذه الأيام. وفعلياً اليوم مناسب لتوضيح وجهة نظرك مولود برج الحمل، يعني يوم للاجتماعات والكلام بامتياز. بأيام باله برج الثور على شيء قصة، ما كتير بأريح حالاته. والحقيقة من مبارح عم تزداد الحاجة للهدوء، ما كتير له خلاق على الأخذ والعطاء، يبدو مستعجلاً عصبياً مولود برج الثور، وعلى كل الأحوال كأنه فاقد للتواصل مع الآخرين. هلأ ما كتير بأريح حالاته، مع أنه ما في شيء سيء إذا أنت ملاحظ، يعني القصة نوع من أنواع القلق أو شدة حساسية أو شوية رهافة بالإحساس مثل ما بيقولوا، هذا اللي أحياناً يعني أي كلمة بيعتبرها ما كتير مريحة بالنسبة له. مولود برج الجوزاء يوم للحركة وللنشاط، ولتنسى مضايقاتك الصراحة، لتباشر العمل بمحبة، لتمنح نفسك الوقت الكافي لترتب أمورك. وإذا بدك نصيحتي، كل شيء مهم اعمله اليوم، لا تأجله لبكرة، لأنه فعلياً أمورك النفسية أفضل اليوم، حظوظك أفضل، أنت في عندك هيك تمتين لعلاقاتك، ضحكة، ابتسامة، حياة منزلية عاطفية ربما إيجابية. هلأ أنا ما فيني إنكر أنه أصلاً مولود برج الجوزاء صار له 3-4 شهور مرتاح على الصعيد العاطفي، ولسه القصة تقريباً لنص التاسع لحتى يبلش يرتاح على الصعيد العاطفي، بس هو بيدبر حاله، يعني ما بخاف عليه عموماً. عم تكتر موجات الصرف الإضافي العزيز للسرطان، وغالباً هاي الأيام أيام للمضايقات واللي وجب التحذير فيها على الصعيد المالي. هلأ أنا بقول في زوار عم بيكلفوك مصاريف إضافية، في أعطال ربما، الأمور المالية ما أنا سيئة على فكرة، بس أنت ما عم تستخدمه كما يجب، وعم يطلع عندك يعني نوع من أنواع المفاجآت الغير محسوبة. هلأ أنا أنصحك أن تقتصد قدر الإمكان. هلأ على فكرة مولود برج السرطان من الأبراج المتوازنين على الصعيد المالي، ما أنه سيء مالياً، يعني بيعرف يوازن أموره، بس يعني كلياتنا لازم نعمل توازن، مو بس أنت عزيزنا مولود برج العذراء. اليوم الأسد اليوم عم يتضامن مع المحيط، سعيد مع أصدقائه. مولود برج الأسد علاقاته بالآخرين اليوم جيدة جداً، يوم فيه قرارات هامة، تجمعات مرحة، نوع من أنواع المصالحات، عم بيسود التفاهم بينك وبين الآخرين، في جهود جماعية أو حتى علاقات أو مساعدات من أصدقاء. يوم عم تشعر فيه بمحبة الآخرين مولود برج الأسد. أغلب مشاكلك اليوم مولود العذراء سبب نفسي وليس سبب شيء تاني، تبدو مشتت الفكر عموماً، أو حاول تكون متكتم. انتبه شوي لأمورك الصحية، في أخطاء سابقة يمكن عم تعاني منها بهي الفترات، يمكن عم بيضايقك مولود برج العذراء سوء فهم أو حزن. هلأ أنا بقول حساسيتك من أمور صغيرة وما أنا محرزة إنك تصعد خلاف. مولود برج الميزان يوم اجتماعي بامتياز، من امبارح لليوم مرتاح بالمجمل بالداخل على الأقل، ضيوف من خارج بلدك، اتصال من سفر، أنت مفكر تسافر طبعاً، حسب كل واحد وضعه، عم تفرح لدعم، في حركة، في تشويق، في أمور إيجابية بالنسبة لك، خاصة العلاقة بتعارف على أناس جدد أو علاقات اجتماعية مع الناس اللي حواليك، ربما مناسبة تكون مفرحة لك. يوم مو كتير مرتاح مولود برج العقرب الحقيقة، هو هاليومين في شيء من التوتر حواليك، أنت شوي عنيد، في كلمة أو تصرف ممكن عم بيضايقوك، ممكن أنت يعني تصير عندك لحظة غضب أو فورة غضب، ممكن عم تشعر بالذنب تجاه أشياء أنت ما عم تقدر تعملها مثل ما بدك. مولود برج العقرب يبدو مشككاً وغيوراً وكأنه فاقد بالثقة بالنفس اليوم، حاسس الأمور ما أنا كتير الأريح، مع ذلك أنا بعتبره ما أنا سيئة،
ابتداء من بكره في شيء رح يكون اهدأ، في حوارات هادئه يفترض انت تخوضها حتى ترتب امورك. مولود برج القوس يوم عم تعتمد على الاخرين وعم تتحرك باوساط مشجعه، غالبا الامور جيده لك سواء بالعمل سواء على الصعيد الشخصي. هلا بلشت الامور كثير تتحسن على الصعيد الشخصي، عموما على الاقل بلشت تتفهم سلوك الاخرين مواقفهم. يعني هاي الايام ممكن يكون في عروض جديده، بدايه جديده. يعني غالبا اليوم مولود برج القوس اقل حديثا واكثر فاعليه. مولود برج الجدي الامور اليوم كمان اليوم بالنسبه له ايجابيه، اصدقاء ابتعدت عنهم ممكن عم تقرب منهم اليوم، اصدقاء عم بيسهلوا لك حلول، يمكن محيطك اليوم مولود برج الجدي داعم مؤيد وهن سبب سعادتك بالغالب. حتى لو قاعد جلسه مرحه مع اصدقاء لك ضحكت لك فيها ضحكه مثلا على غير العاده بتكون الامور ايجابيه بالنسبه لك. على كل عم تهتم بمن حولك والناس اللي حواليك مهتمة فيك، عم تبحث عن استقرار، ويوم ممكن تناقش فيه بعض الأمور المالية بشكل إيجابي. الحوت الدلو اليوم عنده تأجيل أو تأخير أو قصص العلاقة بالتعب العائلي أو الشخصي. هلا أنا بشوف إنه الشهر القادم أكثر تعباً على المستوى العائلي والشخصي بدخول الزهرة إلى برج الأسد. هلا لسه الأمور جيدة، بس اليوم بالذات وارد يكون في سوء تفاهم أو تأجيل أو تأخير أو نوع من أنواع ضيقة الخلق أو نوع من أنواع الحساسية لمواليد برج الدلو. خذ مني نصيحة، وازن اليوم كلماتك وتصرفاتك، لأنه غالباً من بارح قلت لك إياها أنه اليوم مزحة ممكن تقلب جد. يعني ممكن أحياناً نكون عم نمزح بقصة وتكبر أو يكون فيها نوع من أنواع الإحراج. شغل كتير اليوم عند مولود برج الحوت، والحقيقة يعني إحساسه أنه عم بيشتغل بدون مساعدات، وهذا الحديث ما هو كثير صحيح، لانه انت احد اكثر الناس اللي بتطلب مساعدات او انه يعني مساعد لغيرك. هلا اليوم عنده احساس انه لوحده عم بيناضل، كانه في شيء مكركبه، شغل كثير، يمكن امور صحيه اليوم، هاي الامور الصحيه العابره لانه ما عنده شيء صحي سيء. يعني اليوم عم تشرب لك شيء حبه مسكن، بقيان بالك على نوع من انواع الواجبات او الاولويات، فالأمور بالنسبة لك بالمجمل أخذ هذا الطابع. خليني صبح على مولود اليوم، صباحكم الخيرات، اللي هو مولود 18، وأتمنى له السعادة. بالمجمل شخص لبق لطيف، علاقاته إيجابية، من الأشخاص اللي مشتعلين حماس كأغلب مواليد برج الأسد. عنده يعني هيك لمعة عموماً وين ما تواجد، حكى غير سري بالمجمل، ثرثار لا يستقر في مكان واحد، عنده نجاح بالمجمل دائما، اللي بقلبك بيقوله بدون لف او دوران، دائما عنده قضيه بتشغله، بحب السفر، مشكلته انه ما بيوضع هدف قدامه، يعني لو وضع هدف بتكون اموره كثير افضل، ذكائه من النوع العملي وفائق الذكاء الصراحه، محب للمرح والضحك. السنه بالنسبه له انا بعتبرها سنه كثير ايجابيه، فيها بالغالب تغييرات، خاصه تغييرات على صعيد عواطف أو أمور عملية أو ترقية، سنة مهمة بالمتبقي منها خاصة الشهرين ثلاثة القادمين. رسائلكم على 18-45، وحسين درغام مواليده 95، يسد أوقاتك يا حسين. ما عندك شيء سيء صحياً حسين، بالعكس المتبقي من السنة جيد، سواء على صعيد عمل أو على صعيد أمور مالية. ما بعرف إذا بتفكر بالعواطف لأنه وارد، مع أنه أنا ما بحسها سنة عاطفية مثلاً. قمر عم تسألني مواليدها 98، أمار هلأ لبلشت السنة بالنسبة لك، أول شهرين ثلاثة كان في وعود وكان في إيجابيات، رجعت وقفت السنة تقريباً خلينا نقول بين الرابع الخامس لهلأ. هلأ رجعت السنة بالنسبة لك العلاقة بتغييرات، والسنة مهمة بالمتبقي منها وإيجابية، فيها حظوظ مساعدة، فالله يقدم فيه الخير. روان بنت ناجية مواليدها 2001، روان ما بخاف عليكي دراسياً ولا للحظة، أنت بنوتة ذكية وفهيمة، وإذا كل الناس احتاجت لأربع ساعات مثلاً لتدرس مثلاً 20 صفحة مثلاً، أنت بتحتاجي ساعة. بس مشكلتك بعدم الركزة، مشكلتك بفقدانك للصبر على أمور الدراسة، مانك تبع اللي قاعدة حاطة الكتاب وقاعدة عم تدرسي، أبداً لستي من هذا النوع. يعني أنت ما بتعرفي تقعدي نص ساعة ساعة على بعضهم. هلأ هي القصة اللي لازم تنتبهي لها. هلأ أمورك العاطفية آخر ثلاث شهور بالسنة ممكن تحمل تغييرات. صباح الخير لخضر، والله اشتقنا لك يا خضر، يعني انت باعتبار
من المراسلين اليوميين إذا بدك خضر. سنة كتير مهمة بالمتبقي منا، وأنا بعتبرها على سيرة إنه صار لك سنتين ثلاثة أنت بتراسلنا خضر، هي أفضل سنة بالنسبة لك كتغيير. يعني أحياناً بيجي يوم واحد بيغير لنا شيء بحياتنا. هي السنة ما رح تمر اعتيادية وما رح تكون مثل بقية السنوات، حتتذكرها، حتقول بال 2020 أنا عملت كذا، تزوجت، اشتريت بيت، يعني عملت شيء بحياتي. آلاء بنت صبحية من مواليد 2000، يعني هلأ لبلشت سنتك يا آلاء. سنة ما كانت كتير مريحة أبداً إذا بدك، خاصة مالياً، بيني وبينك مالياً وعاطفياً. هلأ من هلأ وما بعد بقى بلش في تحسن، سواء على الصعيد المالي سواء على الصعيد العاطفي، وأنا برأيي غالباً يا آلاء حتختمي السنة بأفضل مما بدأتيها، طبعاً إذا أراد رب العالمين، لأن الحظوظ مساعدة واللي رايده رب العالمين بيصير. يعني آلاء بنت منار من مواليد 92، يسعد أوقاتك يا آلاء. سنة فيها بداية جديدة، أنا ما بظن القصة يعني تغيير حقيقي في هذا العام، لأنه هلأ الشهر القادم ما رح يكون كتير مريح، الشهر اللي بعده فيه بداية جديدة. ما بعرف إذا رح تلحقي تعملي تغيير حقيقي، أنا لا أرجح. أنا بعتبر أن السنة القادمة هي سنة حظك، هي سنة التغييرات العالمية. هلأ خلينا نبلش شي جديد وإن شاء الله بتكمل بالسنة الجاي. يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير.